الاحوال. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم تيما ستار. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ما قلت لكمش السلام البنات حيت اشتكاو لي الناس، قالوا لي زعما علاش كتقول غير البنات، كاين حتى الدراري كيتفرجوا. منهم ولد اختي قال لي حشومه عليك اخالتو، انا ديما كنتفرج فيك ديما كتقول البنات بنات بنات. قال لي وحنايا حنايا الراجل فما بقاش يقول البنات، احتراما للمشاهدين اللي كيتفرجوا بقى نقول السلام عليكم بنات ودراري. فرجعت لكم بواحد الفيديو اللي هو جديد. غادي نشارك معكم اليوم عيد ميلاد ديال ولد اختي معايا في الدار، وبغيت نفاجئوه. المهم هو بقى معايا وماما مشات لطنجة، وبغيت نفاجئوه بعيد ميلاد ديالو نفرحو واحد شويه. فغادي نشارك معكم كل شيء. غير هي واحد الحاجه ترد البال البنات، انني ترد البال مشات وصافي، ترد البال انني ما وجدتش بزاف الحاجات في الدار حتى شويه عيانه ما شكيت عليكم، وقع لي واحد التسمم. المهم انا نعاود لكم البنات باش من الناس انتم البنات والدراري تردوا البال. مشيت لواحد المطعم هنايا حدايا قهوه مطعم، وخديت تاكوس والحمد لله انني كليته غير بوحدي، ولد اختي ما كلاهش معايا كلا حاجه اخرى. خديت تاكوس البنات فجيت للدار جاتني واحد الحكه واللحمي بدات كترتق لي عيده بحالي كنتشوط وكتملي بواقت. انا نوريها لكم البنات، ما نقدرش نعرض لكم المناطق في الجسم ديالي، ولكن غادي نوريكم باش تاخذوا فكره. وقع لي تسمم اللي هو صعيب، ترتق لي داكشي الحمد لله اللي ترتق لي بعدا ما بقاليش لداخل، لا قدر الله كان يوقع لي تسمم في المعده ديالي ولا. المهم ترتق البنات، ما نعسش الليل كامل، بداتني الحكه من لهنايا وانا كنحك عرفتي في اللي صبحت كاني حمراء كاني فحالي مسلوقه ومبوقه ومشيت للطبيب كنضحك على مبوقه ومشيت للطبيب البنات، ضربت لي ابره وخديت الدواء. دابا شويه هذه دابا 3 ايام ويلا بدا كيتكلم عليا شويه ديال الحكان وشويه ديال داك النفخ ما بقاشي. الصراحه البنات بقاو تردوا البال الماكله الزنقه. مي رجعنا لديك المطعم جبرنا انه سوسان جيريان، فايت لها التاريخ بشي 3 شهور، هي اللي عملت لي هذه المصيبه، كانت غتقتلني الله يستر. الحمد لله اللي ماكلش معايا ولد اختي ما ذوقتوش هذا ما كان البنات. الحمد لله على كل حال كانت مكتابه وراني دابا شويه مزيانه الحمد لله، ما بقيتش الحكه بزاف عرفت البنات، كنت ماشيه وكنحك حتى شي حمقه على داكشي ما قدرتش اليوم نوجد بزاف الحاجات، عملت المجهود ديالي خديت شي حاجات من برا. والمهم البنات المهم باش تفكروا نفرحوا واحد شويه، اصلا الوليدات المهم عندهم هما الحاجات حلوين، اما بزاف الحاجات ما عندهم فيهم غرض على داكشي ما وجدتش البنات بزاف. غادي نشارك معكم شنو وجدت، ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. المهم انه سما فراسو حتى شي حاجه، راه دابا كيتفرج، غادي نشد عليه الباب باش نقدر نزوق الصاله كي خاصني. هذا ما كان، خليكم على الفيديو. المهم هنايا مشيت للمطبخ باش نوجد بوب كيك بالمأخذات مادلين، وغادي ناخذ الكميه اللي انا باغا. المهم ما ماشي بزاف حيت ما كاينش الوليدات بزاف وكيجيو حلوين، على داكشي ما نكثرش منهم. خديت المادلين وغادي نفرتتهم كي كتشوفوا، وغادي نزيد عليهم شوكولا. بغيتو تزيدوا مكسرات هنا تقدروا تزيدوهم، انا هنا يدوبت شوكولا وزدتهم عليهم وصافي غادي نعجنهم. الا بانوا لكم البنات باقي ما مجموعش مزيان، ما بغيتوش يجيكم حلو بزاف، باش ما تزيدوش الشوكولا زيدوا شويه ديال الحليب باش كيتجمع لكم وكتقدروا انكم تشكلوه بيديكم. صافي هنا البنات نبدا نشكلو على كويرات وغادي نعمل في الوسط ديالهم القرقع. هنايا البنات كنت باغا ندير شكل، كنت باغا نذوب الشيكولا وندير فيها اللوز ومن بعد نغمسهم فيها، ولكن الشيكولا طاح لي فيها شويه ديال الماء وضاعت لي، فما صلحليش انني نعمل هذه الطريقه. فاكتفيت انني دهنتهم شويه بالشيكولا ودوزتهم في البودره ديال اللوز. هذا ما كان، انتم شوفوا الشيكولا ضاعت لي يعني رجعت مجموعه وما عنديش الوقت باش نخرج نجيبها من الحانوت حتى بعيد. وصافي هنايا البنات خديت المادلين عاوتاني وخديت داك الكريم اللي كيجي جاهز هذا اللي كندير سبوما، وصافي وغادي نعملها فوق المادلين كي كتشوفوا. غادي ندوز عليهم كاملين ومن بعد غادي نزينهم كل وحدين باش نزينهم باش يجيو زعما اللوينات كثار. خديت كلشي من الدار البنات من الزنقه، كي قلت لكم ما قدرتش نعمل شي حاجه في الدار حتى شويه مريضه ما شكيت عليكم، فديبانيتي من الزنقه وصافي. انتما كتشوفوا وحدين زوقتهم بالقرقع وحدين خديت هاد الحليوات،
وغادي نعملو في الكاردو حيتاش كيزلق، حيت داك الا عملتها غير بوحده ديك الكريمه غادي تذوب وغادي تزلق لي، فعملتها في الكاردو وعاد ثبتها. المهم جا الشكل ديالهم مزيون البنات وكيعجبوا الوليدات الصغار. وهنايا خديت المارشميلو وغادي نزين به ديك بوب كيك. المهم على هذا الشكل اللي كتشوفوا باش كيجيو شويه ديال الالوان في الطبيله وصافي. صافي هنايا البنات دوست غادي نوجد الكريب. بالنسبه للكريب البنات غادي نعمل غير الكميه اللي غادي نحطها هاد العشيه، ما غاديش نكثر. هنايا خديت 3 ديال البيضات الحجم كبير وتقريبا 2 كيسان ديال الحليب. والسكر البنات كيبقى حسب الذوق. المهم انا عملت شي 3 د المعالق كبار مع مرنج والسكر فاني. الكريب البنات صراحه كنعملو انا بلا عبر وصافي. غادي نبقى نخلط فيهم مزيان وشويه ديال الملحه، ما تنسى شويه ديال الملحه وصافي. غادي نبقى نضيف الطحين شويه بشويه، من بعد ما طربتهم مزيان عاد كضفت الطحين صافي. وغادي نبقى نزيد شويه بشويه ديال الطحين حتى يجمع لي، حتى كيرجع القوام ديالو خفيف يعني بحال البغرير ولا خفيف من ديال البغرير. العبار كنعمل عيني ميزانيه على حساب كل واحد والطحين ديالو، كاين اللي الطحين ديالو كيشرب كاين اللي ما كيشربش. المهم العبار ديالو، وحتى الا جاكم البنات خفيف تقدروا تزيدوه، ولا جاكم ثقيل تقدروا تزيدوا شويه ديال الحليب ولا شي غير شويه ديال الماء باش يخفف لكم صافي. البنات خليته يرتاح واحد شويه من بعد طيبتو عادي كنطيبو الكريب. وهنايا خديت هاد الشوكولاته ديال الدهن، اي شوكولاته كيعجبكم، وخديته ودهنت به داك الكريب. وغادي نضيف البودره ديال اللوز. هنايا اللوز حمرته شويه وطحنته وصافي. غادي نشكل اللوي الكريب ديالي، تقدروا تزيدوا معاه البنان وصافي. وغادي تشكلوه الشكل اللي بغيتو. انا هنايا طاح لي هذا الشكل، انني نخشي فيهم الكاردو ونزيد عليهم المارشميلو من الفوق باش يجي داك اللوينات عاوتاني في الكريب، كيجيو مزيونين صراحه في المذاق كيجي مزيون هاد الطريقه ديال الكريب. المهم الكريب ساهل كنظن، انا ما كاينش شي واحد ما كيعرفش يعملو وصافي. غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله وصافي. هنايا استفتوا من البنات وجا هذا هو الشكل ديالهم. المهم صراحه جا الشكل ديالهم مزيون، حتى في المذاق كيجي مزيون، داك البودره ديال اللوز كتعطيهم واحد النكهه اللي مزيونه. المهم البنات كان هذا الشيء هو اللي وجدته صراحه في الدار. بقات غير البيتزا، وصيت لوستي تصايبها لي حيت ما قديتش. كقلت لكم راني عيانه واحد شويه وصافي. دابا جيت نفخ هاد النفاخات. انس راني شديت عليه في البيت عطيتو يرسم، وجيت نفخ هاد النفيفخات صراحه كيعصب واحد شويه في النفخ ديالهم حيت ما لقيتش واحد العصا لاباس اللي لقيتها في رقم 6. المهم غادي نفخهم البنات. و الا كنتو باغين تشريوهم تفكروا ضروري تشريو داك اللصق اولا السكوتش اللي كيلصق من القدام ومن لاوري باش يبغيو يلصقوا لكم. انا هنايا ديبانيتي بالسكوتش كحل حيتاش نسيتهم، نسيت ما شريتوش وصافي. نفختهم ونفخ النفاخات. الا بنت لكم كنشد عيني مي كنفخ النفاخات حيت انا كنموت بالخوف منهم. غير دابا راني زعما واحد شويه وكنتخيل انهم غادي يطرطقوا لي في وجهي، على داكشي كنغطي عيني. المهم كل واحد ماش كيخاف. وهذا رقم 6 البنات، 6 ولا 9 ولا 16 ولا 19، المهم هذا كيمشي حتى 69 حتى هو خديت الحجم الكبير ونفختو وصافي. دابا غادي نوجد الطبيله ديالي. هنايا البنات عملته في الصاله، بغيت اليوم انا نعمل في الصاله، دائما كنعمل في السيجور ولا في المقعد، فنبدل المنظر شويه ونيت هنايا يجي احسن. فصافي دابا نوجد الطبيله ديالي وهانتوما مع الفيديو. بالنسبه للطرطه خديت صغيره هذه البنات صغيره، الشكل ديالها مزيون حتى المذاق مزيون. انا كتعجبني الباتيسري ديال المرجان، داكشي كناخذ من عندهم وصافي. ورقم 6 ضروري باش يطفي الشميعه.
وصافي هنايا البنات دوز غادي نوجد المشروب اللي غادي نشربو. هنايا البنات بغيت نعمل مخيطو حيتاش كيعجبنا، وفي نفس الوقت منعشو شويه دابا الجو بدا كيسخن. فهنايا خديت البنات واحد الكميه ديال النعناع، كيبقى حسب الذوق ديالكم شحال ما بغيتو. انا هنايا عملت الكميه ديال النعناع زايده حيتاش يعني غادي نخوي في الكيسان ونزيد عاوتاني المولاده. وخديت الحامض تما 3 ديال الحامضات معصورات، وغادي نزيد عليهم المولاده ديال السيترون وصافي. وغادي نخلط كلشي. بالنسبه للبنات اللي جاكم حامض بزاف ولا تقدروا تزيدوا المولاده، يعني تنقصوا تبقاو تزيدوا المولاده وصافي. هنايا زدت عليهم لي كلاصو باش كيبرد، كيبقاو اختيارين الا بغيتوهم ولا ما بغيتوهمش وصافي. هنايا غادي ندير حتى شويه ديال لي كلاصو في الكيسان وغادي نعمر. الصراحه كيجي هذا المشروب منعش وغزال، ما غاديش تشبع منه. هنايا البنات قلت لكم لقيت الحروف مبدلين، ناقصين ومبدلين، يعني بلاصه اي كان خصها تكون تي وبلاصه بي كان خصها تكون تي، ولكن لصقتهم. هنايا تكونوا شفتوا الماكله كيفاش رجعت. راجلي بلاص ما يطرطقها بعيد علينا داك اللعيبه، طرطقها فوق الماكله، رجعت الماكله كلها خشيش كيما عليه زولنا شويه وصافي. حتى لهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في شي فيديو جديد وبسلام عليكم.